الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وباسمائك الحسنى الى روح سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح جميع الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء اجمعين خصوصا الى روح سيدنا غوث الثقلين غوث العظم رضي الله تعالى ثم الى روح خواجه معين الدين اجمعين رضي الله تعالى ثم الى ارواح جميع مشايخ السلاسل خصوصا الى روح سيدنا نور شاه عليه الرحمه ثم الى روح حضرت منير الدين جيلاني ثم الى روح امين كشور اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها في رحمتك الكامله اللهم اجعل قبرها روضه امين 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 اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنان اللهم وسع قبرها اللهم نبل قبرها اللهم انزل عليها رحمتك التي انزلتها على القاسم اللهم الى روحي ابھی سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن لنا مرادنا اللهم ربنا اللهم طبل حياته يا محيي طبل حياته يا حي يا قيوم طبل حياته وانفعنا بطول حياته يا رحم الراحمين اللهم ربنا طبل اعمارنا واعمار اولادنا واعمار ازواجنا واعمار اخوتنا واعمار اخواتنا واعمار اولادهم واعمار ازواجهم اللهم طبل اعمار احبائنا واولادهم وأزواجه بالله سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم جد بلطفك يا إلهي من له زاد خليل آمين آمين ياتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم انه شخص غريب مذنب عبد ذليل اي خالق هر بلند و پست تشفیز عطا بكم ذي حسبي ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ دستی الهی بحق بنی فاطمہ آمین 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 کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست و دامان عالی رسول منو دست و دامان عالی رسول ربنا تقبل هذا الدعاء بجاه سيدنا حبيبنا شفينا مولانا آمين سبحان ربك رب العزة مولاي تمام آمين